التجربة. ويمكن البداية كانت بطرح مؤسسة تميز لموضوع المسابقة، زي ما احنا شفنا كده كلنا مع بداية عام 2020 تم طرح المسابقة، مسابقة دولية، مسابقة رفعة الجادرجي. ويمكن السنة دي أول مرة يختاروا التحدي إن هو يكون على أرض مصرية، واختاروا قطعة أرض، هي قطعة أرض مميزة جدا بتقع في قلب مدينة القاهرة. اللي كان مطلوب في المسابقة الآتي: عمل جسر مشاة حي بيربط ضفدي النيل، ويمكن ده اللي هنستعرضه بالتفصيل دلوقتي مع بعض. يمكن ده كان موقع المقترح للمسابقة والمحدد لينا، وكان مطلوب يمكن طبعا جسر المشاة هيبقى ليه 2 بوينتس، نقطة بتنطلق من الضفة الشرقية ونقطة تانية عند الضفة الغربية للنيل. يمكن لو بصينا على أرض المشروع هنلاقي إن هي يمكن سنتر القاهرة، في مركز القاهرة. لو بصينا الجهة الشمالية بتاعتها بيحدها من الشمال كوبري أكتوبر، كوبري السادس من أكتوبر، ومن أكبر الكباري اللي موجودة في القاهرة وأفريقيا بشكل عام، كباري المركبات. وفي تحت في الجنوب كوبري قصر النيل. الجهة الشرقية لو هنتكلم عنها هنلاقي فيها معالم مميزة جدا، يمكن أبرزها المتحف المصري، وطبعا في أرض فاضية اللي هي أرض الحزب الوطني الديمقراطي السابق. في فوق في الشمال الشرق هنلاقي طبعا كوبري أكتوبر بنزلاته المتعددة، وهنلاقي موقف عبد المنعم رياض، وده من أكبر المواقف الأتوبيسات والميكروباصات اللي موجودة في القاهرة. هنلاقي طبعا جنب الأرض المخصصة للمشروع في عندنا فندق ناير ريدز، في بعد كده لو نزلنا تحت شوية هنلاقي ميدان التحرير. لو على الضفة الغربية لو هنتكلم عنها بشكل سريع كده هنلاقي إن الضفة الغربية بتاعتنا فيها مجموعة من الحدائق المميزة زي حديقة المسلة اللي هي مطلوب فيها إن تبقى النزلة الثانية للجسر، بالإضافة إلى حديقة الزهرية، وامتداد طبعا شارع البرج فيه برج القاهرة، معلم أساسي مهم من معالم القاهرة. الجسر نفسه بيعدي على النيل في منطقة مهمة في وسط القاهرة. يمكن ده التحدي اللي طرحته مؤسسة التميز. ويمكن بداية التحدي دوت طبعا كفريق ابتدينا نفكر ان التشالنج عشان نقدر نوصل لحلول احنا لازم نتعرض للموقع بتفاصيله، محتاجين ان احنا ننزل اكتر من زياره للسايت علشان نبتدي نشوف ايه المشاكل وايه الفرص والتحديات اللي موجوده. فيمكن بدايه كده هنلاقي مثلا ان كوبري زي كوبري قصر النيل هو في الوضع الحالي هو جسر للمركبات بيصل ميدان التحرير بمنطقه بالضفه الثانيه الغربيه عند الاوبرا، وهنلاقي ان حركة المركبات هي اللي بتغلب عليه دلوقتي، ويمكن هو ده المتنفس الوحيد أو في المنطقة اللي بيستغل في بعض أجزاء للمشاة عن طريق الرصيف الضيق اللي موجود. هنلاقي طبعا في الرصيف الضيق اللي احنا بنتكلم عنه الناس بتحاول ان هي تمارس، بتلاقي متنفس ليها، بتحاول ان هي تحول الهياكل الخرسانية لعنصر ما في حياة بتتفاعل معاه بالقدر المتاح رغم ان هو غير مهيئ لده. هنلاقي طبعا تجمعات، هنلاقي ناس بتقف وتتصور، ناس بتحاول ان هي تشوف النيل. طبعا المكان مش مخصص لده، لكن الناس بتحاول ان هي تري ادابت وتتفاعل مع الوضع القائم. هنلاقي طبعا البياعين، هنلاقي الترابيزات والكراسي، طبعا هلاقي ان في كروس سيركيليشن في المنطقه. المكان هو مش واضح هل هو مخصص للمشاه، مخصص للاعاد، الناس بتحاول ان هي تلاقي نفسها في المكان، البياعين، الباعة الجائلين، كل دي كانت تحديات موجوده في المنطقه.
بقى منظر عادي جدا ان احنا نشوف في سواء على كوبري اكتوبر او على كوبري قصر النيل الناس بتحاول تقف وتصطاد. بنشوف مشاهد زي ممكن نلاقي عرايس نازلين من عربية وبيحاولوا ان هم يتصوروا مع النيل. كل دي تصرفات عفوية تلقائية من سكان القاهرة، ورد فعل طبيعي لعدم وجود مكان بيلبي احتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية. فالناس الحقيقة بتحاول إن هي توجد لنفسها اللحظة ديت بطريقتها، حتى لو كان مكان مش معد أو مش مهيأ لده. فدي يمكن أهم الملاحظات، من أهم الملاحظات اللي موجودة. يمكن زي ما احنا شايفين كده حركة المركبات هي اللي بتغلب على القاهرة في هذه المنطقة، والناس هي اللي بتحاول تلاقي لنفسها مكان إن هي تمارس أنشطتها الاجتماعية. لو بصينا بصة من فوق شوية على القاهرة ويمكن على المنطقة المخصصة للمشروع ده، الركن الشمالي الشرقي اللي اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن السايت، نزلات كوبري أكتوبر المتوحشة وحركة المركبات المسيطرة جدا على القاهرة في المنطقة دي، ويمكن المكان كله تحول إلى غابة أسمنتية وغابة للسيارات. هنلاقي طبعا هنا مواقف الأتوبيسات ومواقف الميكروباص. في كل اللي احنا شايفينه ده الناس بتحاول ان هي تلاقي نفسها مكان ان هي تتحرك، بس طبعا الوضع مش مساعد على ده. الصورة دي برضو من فوق هيلتون رمسيس مبينة أرض المشروع، هي الأرض اللي أنا بشاور عليها هنا، وادي كوبري أكتوبر وادي كوبري قصر النيل، جسر المشاة المتنفس يفترض ان هو يبقى في مكان ما هنا. طبعا دي استكمالا للوضع القائم ومحاولات الناس لاستغلال المكان. ومن هنا كان التحدي اللي طرحته مؤسسة تميز، وكان مطلوب فيه جسر مشاة يحتوي على أنشطة إنسانية وأنشطة ثقافية، وبيربط ما بين ضفتي النيل، وده الموقع المتاح. ويمكن كمان من ضمن فكرة المسابقة إن يتم استغلال ضفتي النيل، تحديدا منطقة أرض الحزب الوطني الديمقراطي السابق، دي ضمن نطاق تأثير المسابقة، ده في الضفة الشرقية. أما في الضفة الغربية حديقة المسلة هي مكان وجود النقطة الثانية من الجسر، فدي برضو داخلة ضمن التصميم. لكن اللي مطلوب فيهم الضفتين مطلوبين بشكل جنرال استراتيجي، بشكل تصميم عام، ويمكن اللي هيتم دراسته بالتفصيل وفقا لمتطلبات المسابقة هي الجسر نفسه اللي موجود على النيل، واللي مطلوب من ضمن خصائصه المطلوبة ان هو يكون حي في أنشطة إنسانية بتلبي احتياجات المنطقة واحتياجات القاهرة. فمن هنا كانت بداية التحدي، وكان التركيز فيها على الجسر نفسه والتعامل مع العمران القائم. هنا ابتدينا نحط الرؤية اللي بناء عليها نشتغل على المشروع. يمكن القاهرة دلوقتي في وضعها الحالي بتعاني من قلة نسبة المسطحات الخضراء بالنسبة للفرد، النسبة دي أقل بكتير من النسبة العالمية اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية. فمن ضمن أهدافنا في المشروع ده إن إحنا نرتقي بالنسبة ديت، وإن إحنا بشكل عام نحسن من جودة الحياة في القاهرة. طبعا من ضمن البنود الأساسية في تحسين جودة الحياة هي وجود مسارات آمنة للمشاة وربط العمراني ما بين كل جوانب المدينة بشكل آمن لحركة المشاة. علشان نقدر نوصل للفيجن دي كان لزاما علينا إن إحنا نحلل السايت بشكل تفصيلي. وبداية كده هنلاقي إن في معلمين أساسيين من معالم القاهرة هما اللي بيتصدروا المشهد أو اللي ليهم أهمية كبرى في المنطقة دي. على الضفة الشرقية في المتحف المصري، وعلى الضفة الغربية في برج القاهرة. لو هنتكلم بالتفصيل كده عن كل ضفة من الضفتين، وهنبدأ كلامنا عن الضفة الشرقية للنيل،
نحللها بشكل تفصيلي. طبعا هنا واضح بالنسبه لنا المتحف المصري وعلاقته بالارض المقترحه للمشروع المعمول عليها هايلايت، وفي عندنا شارع من ضمن الفرص اللي موجوده عندنا زي ما احنا شايفين هنا في شارع وسيم حسن اللي بيمر قصاد متحف المصري. وفي الوضع الحالي وفي الوقت اللي احنا زرنا فيه الموقع لقينا ان الشارع ده في وضعه الحالي هو بيستخدم لحركه مشاه، والشارع مقفول دلوقتي ومفيش اكسسبيليتي للسيارات ان هي تدخل، فده الوضع القائم. وفي هنا الحديقه المتحفيه الضئيله اللي قصاد المتحف المصري، علما طبعا ان برضو من الفرص اللي عندنا اللي موجوده ان المتحف المصري نفسه البدروم بتاعه احنا عارفين ان فيه كثير من الاثار الغير معروضه، ودي برضو فرصه ان المتحف محتاج حديقه متحفيه ان هي تمتد علشان يبقى فيه فرصه لعرض المزيد من الاثار. يمكن الصوره ديت من فوق برج القاهره بتوضح الوضع القائم والمكان اللي اقترحته مؤسسه تميز لعمل جسر المشاه. بدايه كده لتحليل الضفه الشرقيه هنلاقي طبعا المتحف المصري، ولو هنذكر المتحف المصري لازم نذكر علاقته التاريخيه بالنيل. يمكن المتحف ده تم تاسيسه وتم إقامته سنة 1902، وكان اختيار الموقع كان مرتبط ارتباط وثيق بالنيل منذ إنشاؤه. يمكن لما كانوا بيلاقوا آثار في الأقصر وأسوان كان بيتم شحنها من خلال مراكب ويتعمل مواكب ملكية، وكان الأرض الفاضية حاليا اللي هي أرض الحزب الوطني الديمقراطي سابقا كانت بتستغل كمكان إقامة الاحتفالات و إقامة احتفالات بإيجاد الآثار اللي بيتم وجودها. يعني يمكن هنلاقي برضو إن في الموقع هنا في بعض التحديات اللي موجودة وهي الخاصة بحركة المركبات اللي اتكلمنا عنها. هنلاقي إن كل الجزء الشمالي ده مكدس بالسيارات بشكل كبير. الووتر فرونت نفسها الواجهه اللي على النيل هي مخصصه بالكامل للسيارات بسبب كورنيش النيل، شارع كورنيش ونزل كوبري اكتوبر اللي هنا. فدي برضو من ضمن التحديات ان الارض دي هي مفصوله عن النيل وفي حاجز وفاصل ما بينهم وبين بعض. طبعا احنا عايزين نعيد برضو العلاقه التاريخيه اللي موجوده ما بين المتحف والنيل وارتباطه الوثيق بالنيل زي ما اتكلمنا قبل كده. هنبص صور عن قرب اكتر هتوضح لنا المشكله السالف ذكرها. هنلاقي ان هنا في نزله من نزلات كوبري اكتوبر نازله قصاد المتحف المصري، فبتمثل عائق بصري ومادي ما بين المتحف والنيل وبين الارض والنيل. هنلاقي ان الووتر فرونت هي في وضعها الحالي زي ما احنا شايفين كده، هنبتدي يبقى في تساؤل هل الووتر فرونت الواجهه المائيه هل هي حق من اجل المركبات ولا المشاه؟ في الوضع الحالي هنلاقي ان مسطح معظمه مخصص للمركبات ومجرد ادج ضئيل جدا لا يتعدى من 3 ل 5 متر ضيق على النيل، هو ده المتنفس الوحيد اللي الناس بتقدر تلمس فيه النيل، لكن الاولويه في الوضع الحالي هي للمركبات. الصورة دي من قدام نزلة كوبري اكتوبر، وطبعا المتحف مفروض ان هو مكانه هنا لكن في حاجز بصري وحاجز مادي اللي هو الكوبري زي ما احنا شايفين كده، فده برضو من ضمن التحديات. هنلاقي برضو من ضمن الفرص اللي موجودة ان في فرق منسوب كبير ما بين طريق الكورنيش وما بين ممشى اهل مصر والمسار المخصص للمشاه هنا. هلاقي ان الفرق المنسوب ده نتج عن ان انا لو نزلت الفرق المنسوب هلاقي ان المتحف المصري غير مرئي من المنطقه ديت رغم ان هو المفروض مكانه وراء الحائط ده، فبرضه وجود فرق المنسوب هو في الوضع الحالي غير مستغل بشكل
يبرز معالم القاهره ويوصلها بالنيل. زي ما احنا شايفين كده ورا الشجره ديت والحيطه دي المفروض المتحف المصري. لو فضلنا نكمل المشي في شارع الكورنيش، وادي فندق النايل ريدز والمتحف على ايد الشمال هنا، لو فضلت ماشي هنلاقي برضو من ضمن الفرص اللي موجوده ان طريق الكورنيش نفسه بيبتدي السلوب او الميل بتاعه ينزل تدريجي علشان يعدي من تحت كوبري قصر النيل، ودي هتبان بشكل تفصيلي في الصوره ديت. الصوره دي من فوق كوبري قصر النيل، وهنا باين ان الشارع بتاع الكورنيش اصلا بيبتدي يتحول الى نفق عشان يعدي من تحت كوبري قصر النيل. فاوريدي في نفق في المنطقه دي. وادي فرق المنسوب اللي ما بين شارع المخصص للسيارات وما بين حركه المشاة اللي اتكلمنا عنه. القطاع ده يفضل مستمر تقريبا بنفس فروق المنسوب دي بطول المنطقه المخصصه للمشاة. برضو من الحاجات اللي وجدناها من خلال دراسه السايت وجود، ويمكن دي باينه شويه هنا في حديقه المتحف المصري الصغيره، هلاقي فيه مقبره ميرت، دي موجوده برضو معلم من المعالم اللي موجوده في المنطقه. كده هنتكلم دلوقتي عن الضفه الغربيه للنيل اللي يمكن اهم ما يميزها برج القاهره. هنلاقي في الوضع الحالي يمكن الارض المخصصه لينا كمنزل للكوبري هي حديقه المسله، وفي عندنا شارع البرج اللي بيوصل ببرج القاهره. الشارع ده الامتداد بتاعه لو خدنا اكستنشن لاين كده هو بنفس، يعني هو تكملته الناحيه الثانيه هي شارع وسيم حسن اللي اتكلمنا عنه من شويه. ودي حديقه المسله هنتكلم عنها بالتفصيل. الصوره دي برضو من فوق برج القاهره. ويمكن الحديقه ديت كان فيها فعلا بالفعل مسله، وده سبب التسميه. في الوضع الحالي من خلال الزيارات اللي قمنا للموقع فيها لقينا ان المسله دي حاليا مش موجوده. ويمكن الصوره ديت كان الحديقه كان وضعها افضل من دلوقتي كتير، دي صوره قديمه، لكن الوضع الحالي الحديقه حالتها يعني حالتها شويه اقل كتير من الوضع ده. هنلاقي برضو ان لو رجعنا نبص كده على خريطه من فوق هنلاقي ان حديقه المسله نفسها في ظهرها شارع، وفي نازله برضو من نزلات كوبري اكتوبر نازله في ظهرها. ورغم قرب الحديقه الشديد من النيل، دي برضو حاجه هنبتدي نتعرض لها، ان هي في معظمها هي مش شايفه النيل، لان في برضو مسافه كبيره بينها وبين النيل مخليه الرؤيه من هناك صعبه، وكمان الارتفاعات بتاعتها مانعه الكلام ده. طبعا ده شارع البرج اللي في نهايته برج القاهره، وفي وضعه الحالي طبعا ده مكان محبب للمشاه حاليا، خصوصا ان في قبل برج القاهره على طول في شجره تاريخيه موجوده، معلم برضو الناس بتحب ان هي تتصور جنبه. وعلى يميني وشمالي طبعا حديقه الزهريه بعد حديقه المسله، الحدائق اللي فيها اشجار تاريخيه نادره. ده نزله كوبري اكتوبر اللي في ظهر حديقه المسله، وطبعا بيبان بقى عيوب بقى الجسور بتاعه المركبات لو ما اتحلتش صح، ان بتخلق اربن فويدز تحتها غير مستغله، بتبقى يا اما مكان مهمل او مكان للمخلفات او يعني احتمالات كتيره جدا. ويمكن ده الحقيقه ان في اسفل كباري تانية في القاهرة بيبقى وضعها أسوأ من كده، فدي تعتبر حالتها جيدة مقارنة بالجسور الأخرى يعني. نيجي بقى للوضع القائم لحديقة المسلة. ده الوضع القائم لو هنتكلم على حالة السوفت سكيب، زي ما انتم شايفين الشجر فيه كتير منه مهمل ومتقطع وتبلان. بالنسبة للهارد سكيب طبعا الوضع الصورة بتشرح نفسها، الحديقة بتتعرض لإهمال شديد جدا. الصورة دي من حدود الحديقة وقربها من النيل باين برضو التردي العام في الحديقة والإهمال. ده الصورة دي صورة بتصورها بتاريخ 22 فبراير من العام الماضي،
وباين فيها ان المسله نفسها مش موجوده. وطبعا في ظهر المسله هو المتحف، مكان المتحف المصري. هنلاقي برضو ملاحظه تانيه، ان في اي مكان في الحديقه انا مش شايف النيل رغم قرب النيل مني. دي برضو نقطه مهم ناخدها في الاعتبار. طبعا ده مكان بعض التماثيل اللي كانت موجوده اللي كانت بتزين الحديقه في وضعها الحالي زي ما انتم شايفين. ده يمكن النقطه الوحيده اللي من خلالها بنقدر نشوف النيل في الحديقه. النقطه دي بالظبط هي فوق، لو طلعنا شويه السلالم دول وطلعنا مكان المسله القديم، هي دي النقطه الوحيده اللي شايفه النيل بسبب ارتفاعها. دي الوحيده اللي شايفه النيل بشكل واضح، انما بقيه الحديقه ما بتشوفش النيل. دي صورة تانية برضو بتوضح الأرض اللي المفروض يقام عليها نزلة الكوبري التانية بتاعتنا. دي برضو صورة قديمة أيام ما كانت المسلة موجودة. بعد كده الصورة دي شوية بتلخص الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية. والصورة دي بالمناسبة هي من البريف اللي كان نازل، اللي منزلاه تميز، وواضح فيه المنطقة المخصصة للمشروع والضفتين. وباين هنا فكرة ان في الاربن فابريك اللي موجودة هي كلها مخصصة لحركة السيارات. يمكن هي دي المأساة اللي بتحركنا في المشروع دوت، ان حركة المركبات والنتورك الخاصة بالسيارات هي نتورك قوية وواضحة ومتصلة. لكن لو هنتكلم عن حركة المشاة، هي في وضعها الحالي هي باتشز صغيرة سكاترد، ممزقة في المدينة. مفيش إلا الحديقة الصغيرة اللي قصاد المتحف المصري. طريق الكورنيش فيه ضلع بسيط، نتكلم في 3-4 متر الناس بتتحرك فيهم. الناس بتحاول توجد لنفسها مكان، سواء على كوبري قصر النيل فوق هنا أو كوبري أكتوبر. يمكن مفيش اتصال للنتورك بتاعة المشاة، فدي برضو الاربن فابريك نفسه بتاع المشاه مش موجود. فدي بنحاول، دي برضو من ضمن المشاكل والفرص اللي موجوده عندنا. وهنبدا دلوقتي نتكلم عن الفورم جنريشن. شكرا لك يا علي. يمكن زي ما علي وضح يمكن بشكل عام وبالتفصيل، احنا يمكن حبينا نعرض عليكم تحليل المحيط العمراني والمؤثرات اللي ابتدينا ندرسها بواقع يمكن زيارتنا برضو للموقع كذا مرة وبشكل متعدد. لأن يمكن إحنا لما جينا ندرس موضوع المشروع نفسه لقينا إن هو يمكن زي ما بنقول في العمارة، يعني إن هو إكستروفيرت أكتر من هو إنتروفيرت. هو متأثر ومؤثر على المحيط، سواء العمراني أو حتى المعالم الطبيعية، يمكن زي نهر النيل طبعا. ففي عندي عوامل كتير مؤثرة، وده اللي خلى بطبيعة المشروع انه حساس جدا في التعامل مع المحيط، مع العمارة يمكن الموجودة، يمكن زي ما وضح لنا علي على المتحف المصري الكبير، المتحف المصري والبرج القاهرة. فابتدينا ناخد في الاعتبار ازاي يبقى كونه موجود، ازاي يخدم او يزيد تجربة الزائر بالمحيط ده، وازاي ما يضغيش او ما يتعارضش معاهم. فيمكن احنا بدأنا بان احنا نأدرس او نعمل ستراكتشر لأولويات المؤثرات بتاعتنا في المشروع ده، وابتدينا نحط يمكن أسس عامة او أوجه عامة، استراتيجيز عامة للتصميم. وبدأنا من ان احنا نبتدي نحل بيزد على السوات أناليسيس طبعا اللي اتعرض دلوقتي، بان انا بدرس نقط الضعف والقوة والفرص للمنطقة. ابتديت اخد قرارات التصميميه. فيمكن اول قرار يمكن لما اوضح علي امتداد او استمراريه شارع وسيم حسن القائم بالفعل للمشاه، وقدامه شارع البرج عند حديقه الزهريه في جزيره الزمالك. فابتدينا يمكن ده كان اول قرار تصميمي ان احنا نوصل ما بين الاثنين بشكل مباشر، وده هيستكمل عندنا شبكة المشاة أو بيئة صديقة للمشاة في المنطقة. ويمكن ده كانت أول مشكلة
موجوده وفرصه كبيره ان انا استغلها، امتداد الشريانين قدام بعض وهم مستخدمين بالفعل للمشاه. ممكن نكست يا علي معلش. فبالتالي ده ادانا امتداد يمكن خطي مباشر لربط حركه المشاه، ويمكن ابتدينا ان احنا مش عايزين نطغى برضو زي ما قلنا على الريفر سكيب عندي بتاع نهر النيل، وعايز ادي اكسبوجر اكتر للناس لنهر النيل، فابتدينا نعمل المسار يمكن المتفاعل اكتر، وان انا افضي من المساحه اللي تعلو لنهر النيل ان انا اتيح ده للبشر. فابتدى يكون لي الخط الثاني اللي كون لي في الارض بتاعتي. ابتديت اتعامل مع مناسيب المشروع، ان انا طبعا ابتدي اطلع بمنسوب الكوبري للدرجه ان هو يتيح لي الحركه الملاحه النهريه تحتي، واطلع بقدر سنسيتيف جدا او بسيط ل اتاحه التعامل او الاكسسبيليتي ما بين مختلف الناس للكوبري بشكل سهل، ما يبقاش فيه يمكن بروز مفاجئ للكوبري وسط المحيط العمراني، وسهوله طبعا الاستخدام. فيمكن ميولنا كانت سنسيتيف جدا للاستخدام البشري لمختلف الناس، فابتدينا نطلع بالمنطقه المنتصف هنا والناحيتين يمكن في اواخر الارض، لانه يبتدي تحلي يعني منصات مراقبه اوبزرفاتوري داكس كده للمحيط. فيمكن مع زي ما حضراتكم شايفين قدامنا كده المنسوب الاوطى من منتصف الجسر والمنطقه العلويه بعد ما رفعناها، ابتدى يتخلق لي فراغ اقل منسوب، ده اللي يتحلي الملاحه النهريه فوق النهر النيلي. وبعد كده الارتفاع المسموح اللي اقدر اكسبه مع مسافه الترحال المستخدمين، نبتدي تحلي صعود سهل لكل المستخدمين، فابتدى يتوجد لي فراغ. يمكن ده اللي استغلناه في الدايجرام اللي جاي. ايوه بالظبط، ابتديت اعمل فراغ في قلب او بطن الجسر بتاعي، ابتدي استغله ان هو فراغات داخليه، فانا يبقى عندي دلوقتي الحركه او الفراغ العام الخارجي وهو على سطح الجسر، ويمكن عندي الفراغات الداخليه في قلب الجسر. يمكن ابتدينا بقى نتعامل مع ساحات. ممكن نكست يعني. يمكن ساحه واحد دي ابتدينا ان احنا نشوف المشاكل، يمكن من المشاكل استعرضها على الضفه الشرقيه، ان انا عندي شارع او منزل من كوبري اكتوبر قاطع الضفه الشرقيه عن نهر النيل للمشاه، بقى في ايدج لحركه العربيات والمركبات. فابتديت ان انا عايز اوجه او اعيد توجيه الشارع ده، ان انا ابتدي اتيح او استحضر الارض بكاملها للمشاه على نهر النيل. ده عند ساحه واحد، وهنشوف ازاي اتعاملنا مع ده بالتفصيل قدام. ويمكن مقابلها في ساحه رقم 8 عند حديقه المسله، ابتدينا نحل المشكله برضو اللي استعرضها علي، ان انا عندي عند حديقه المسله انا مش شايف النهر النيل. احنا يمكن عندنا الحته لو علي كان ذكرها، كان اللي قدام الارض بتاعتنا على طول، كان في المسابقه عندنا مذكور ان هي برايفتلي اوند، انا ما ينفعش ابتدي استغل الحته بالظبط الووتر فرونتج عند الضفه الغربيه. فكانت عندنا دي كانت مشكله موجوده، ان انا عايز برضو اتيح الفرصه للبشر للنهر النيل، فابتدينا ان احنا نعلو تبقى اليفيتد ساحه مرتفعه عشان يبقى كله ليه الاكسس، وانه يشوف زي شب كده يشوف نهر النيل. وابتدينا على مسار الحركه نفسه فوق الجسر، ابتدينا نوجد ساحات معماريه، يمكن ساحات فراغيه لينا نوزع عليها فراغاتنا، يمكن ده تخيل احنا عملناه، ونحل على اساسه المنشا او الشبكه الانشائيه للجسر، واللي احترمنا فيها يمكن زي ما قلنا الملاحه النهريه، واحترمنا فيها الشبكه القائمه لكوبري 6 اكتوبر وقصر النيل. وابتدينا نعمل تخيل للفراغات الداخليه، ولكن على طول حافظنا ان الفراغات الداخليه تبقى فليكسبل قدر الامكان، ان مع التطور على مر الزمن يكون متاح ان انا اغير طريقه التقسيم الداخليه بشكل سهل. يمكن ممكن نخش على بالظبط.
ده يمكن التصور النهائي. فابتدينا نقدر نشوف كده ان في نودز اتعملت على جسر المشاه. احنا كان يمكن ترجمتنا ان احنا نحاول يمكن زي ابروتش كونتمبرري اكتر، يمكن كان المتحف المصري بيمثل عصره والبرج القاهره بيمثل عصره، فاحنا ابتدينا نوجد لغه عمرانيه ومعماريه لينا ترسخ يعني مشروعنا في عصره. فابتدينا نترجم ترجمه فيها فاريشنز، ابتدينا نحل الموضوع بشكل بولد جدا. انا عندي مجرد سنجل سيرفيس بحل منه المشروع كله، فابتدينا يمكن نعمل بانكتشرز زي ما انتم شايفين، بانكتشرز في السيرفيس كده ان هي تنزل، ده يحل لي فراغ معماري ويحل لي فراغ عمراني، وهنشوف ازاي بيبروز وبيربط بصريا العمران المحيط، وازاي يبقى هو العامل الانشائي بتاعي للجسر. وزي ما احنا شايفين طبعا الساحات المتدرجه ناحيه الضفه الشرقيه، وازاي ليها ربط ما بين، في يمكن منحدر من جنبه ان هو يربط ممر مشاه اهل مصر، ويبتدي يبقى ده المستقر بتاعهم ان هم يقدروا يستخدموا الساحات دي، ويبتدوا كمان يقدروا يخشوا بشكل سلس جدا وميول سلسه جدا لمشروعنا والجسر على فوق نهر النيل. فطبعا يمكن احنا اتحنا زي ما بنقول الفراغات المفتوحه العامه، وكمان اتحنا الفراغات المغلقة لإتاحة يمكن تصميم كمان، إن إحنا مسؤولين عن تصميم البيئة الاقتصادية للمشروع، ما يكونش المشروع ده اقتصاديا فاشل، فلا ده هيحقق طبعا نجاح كبير اقتصادي وهيحقق سياحة يمكن داخلية وخارجية. خلينا كل ده في اعتبارنا. يمكن كمان الاستخدام الفراغات المفتوحة، يمكن هنشوف يعني احتياج يمكن الناس للفراغات المفتوحه في القاهره او في العالم كله طبعا كبيره. احنا يمكن اتعلمنا بموجب يعني موضوع المشروع مدى اهميه البيئه الصديقه للمشاه والاماكن المفتوحه للبشر على البشر وعلى المدن ليها. فيمكن ده كمان استغلال جميل جدا للاماكن المفتوحه والمغلقه، ان هو يتيح لي حياه كامله فوق نهر النيل، مش مجرد ان هو بقى ممر عمراني يعديني من ضفه لضفه ثانيه، لا ابتدينا نخلق فراغ كامل الناس تقدر تستمتع فوق نهر النيل اوقات ممتده. ممكن نبتدي نخش في تفاصيل اكتر عن التصميم. يمكن زي ما ذكرنا كان في مشكله رئيسيه، موضوع فصل الكورنيش وحركة العربيات المتحف المصري عن النيل. فده دايجرام بيوضح الوضع الحالي، وباين زي ما كان بيشرح علي الشارع اللي هو فاصل الكورنيش عن النيل عن المتحف، وفاصل وكمان نزلة كوبري اكتوبر اللي فاصلة المتحف عن الكورنيش. فدي كانت تحدي رئيسي لينا واحنا شغالين، فكان الاقتراح بتاعنا اللي احنا ننزل الكورنيش في نفق اللي امتداده النفق اللي موجود اللي نازل تحت كوبري قصر النيل. يعني النفق اللي احنا عملناه هنا ده هو اوريدي امتداده نفق، فاحنا ابتدينا ننزل من بدري شويه، فحولنا الكورنيش في يعني شريحه من الكورنيش طولها 200 متر للنفق. في نفس الوقت كمان غيرنا نزله الكورنيش اللي كانت نازله كده، خليناها نازله من اخر الارض بحيث اللي هي تنضم، هي كمان تنزل في نفق وتنضم للنفق ده من قدام. فبقى المقارنة بين الوضع الحالي، كان دي النازلة وبعد كده تحولت نزلت في نفق من آخر الأرض، وفي نفس الوقت الكورنيش برضو اتحول لنفق. يمكن التعديلة دي خلتنا أتحت لنا الفرصة إن بدل مكان الأماكن المخصصة للمشاة هي اللي عليها هايلايت بالأحمر دي، بقت كل ده مخصص للمشاة في الوضع الجديد. لو بصينا من فوق شوية، ده الناس المشاة هيجوا منين؟ بدراسة محطات المترو عندنا أقرب ثلاث محطات مترو، جمال عبد الناصر والسادات والأوبرا، ومحطات الأتوبيس اللي عند الهيلتون وعمنعم رياض والمتحف والأوبرا، في برضه محطات التاكسي النهري والفلوكه اللي هي في الضفه الشرقيه والغربيه اللي هم دول.
وفي الناس اللي جايه بالعربيات، في متحف في المرحله الاولانيه من تطوير ميدان التحرير اللي هو ده، كان اتعمل باركينج 1700 عربيه و25 اتوبيس 4 ادوار، فده اللي جاي بالعربيه يقدر يركن في الباركينج ده. فبدراسة حركة المشاة هم هيبقوا جايين من الأماكن دي، فدي الأماكن اللي هي الأكسس بوينت للأرض من هنا أو من هنا، أو اللي جاي من ناحية النيل ممشى أهل مصر، الأكسس بوينتس برضو من مكان ما هنا. فإحنا حددنا مكان الأكسس بوينتس بناء على الدراسة دي، إن هي تبقى الثلاثة دول، واحدة من هنا اللي هي من عند شارع وسيم حسن، واحده من عبد المنعم رياض ومثلث مزبيرو، واحده من تحت اللي هي من عند النيل، والناحيه الثانيه نفس الفكره، الاكسس بوينتس من شارع البرج ومن المدخل الحالي للمسله ومن عند النيل. فلو دخلنا شويه في الكوبري نفسه ومسارات الحركه، هنلاقي في اللير الاولانيه اللي تحت، في ال من الاكسس بوينتس دي، هو رامب طالع على الكوبري نفسه. الناحيه الثانيه برضو في لاير غير اللاير اللي فوق جنب ناحيه الكوبري اقرب للنيل، وفي لاير برضو بنقدر ندخل الكوبري من هنا، وبنربط بين المسارات ببعض، يقدر الناس من جوه الكوبري نفسه تتحرك لبره عن النيل. اللير اللي فوق ده الشارع اللي كان بيشرحه شريف، اللي هو الربط المباشر بين الاربن فابريك في المنطقه، بين شارع وسيم حسن وشارع البرج. والمسار الثاني البلايفول، اللي هو الناس بتتحرك فيه، تقدر تقضي عليه يعني الناس اللي هي مش عايزه الكوبري ككروسنج، لا هي عايزه تستمتع بفراغات اللي موجوده وتقعد على النيل. هندخل من فكرة الأوربن، لندخل أكتر شوية في الديزاين نفسه. ده الماستر بلان زي ما بيوضح، زي ما مصطفى شرح لنا، وخالد وعلي وشريف وعلي، حركة المشاة اللي قدام المتحف المصري وشارع البرج اللي هو بيقطع حديقة الزهرية، فكان في اتصال بين المنطقتين. مقبرة ميريت برضو رعينا ان هي ما يبقاش ليها اكسس، السيكوريتي بتاع المتحف المصري ما يبقاش فيه اكسس من الكوبري نفسه، من الجسر المشاع على الحديقة المتحفية، يبقى ليها امتداد، بس يبقى السيكوريتي بتاع المتحف المصري متحافظ عليه. محتاجين نتفرج اكتر على السكشن والاليفيشن عشان نبقى متخيلين المشروع. ينفع نيكست يا علي؟ هنا واضح من السكشن العلاقه بين البرج والمتحف المصري، ان احنا ما ان السلوب بتاع الجسر المشاة رابط بين المعلمين، وبيعدي الناس من الضفة الشرقية للضفة الغربية بدون أي عوائق بصرية. ما حاولناش يبقى الجسر المشاة بتاعنا يبقى هو اللي ليه الأبر هاند، أو كأنه هو اللي عايز يفرض شكل أو ديزاين معين أو ستايلينج على المكان. لأ، هو بيتفاعل مع السايت نفسه، بيحاول يخدم المعالم اللي اوريدي موجودة زي البرج والمتحف المصري ويحافظ عليها. وأهم معلم بالنسبة لنا هو نهر النيل، إن هو دوت اللي يبقى متراعى فيه كل الاحتياجات الأساسية اللي الناس محتاجينها. فالديزاين جه راعى حاجتين، ان يبقى الاعتبار الاول للمواطن المصري هو اللير الاولانيه خالص اللي بتعدي من المتحف المصري لحد البرج، ان يبقى السلوب بتاعه مريح للباعه ومريح للمواطن المصري 1:20،
وبقيه اللايرز بتاعه الجسر نفسه اللي فيها السوشيال هابس والجاليريز والمطاعم والحاجات اللي هتتاجر او اللي هتجيب عائد اقتصادي على المشروع نفسه، بحيث ان هو يصرف عليه وعلى المينتننس بتاعته، تبقى مراعيه لمعايير الملاحه النهريه في الارتفاع، ان الارتفاع الحد الادنى يبقى 13 متر، فاحنا اقل ارتفاع عندنا 14 متر كلير هايت. وفي نفس الوقت الابعاد بين الاتجاهات بتاعه الملاحه النهريه، ان الاقل حاجه في الاتجاه الوان واي يبقى 50 متر بين التو سبورتس بتوع الكوبري نفسه. بعدين ندخل اكتر للسلايد اللي بعديها يا علي. زي ما احنا شايفين، احنا عندنا خلينا ان المسار الرئيسي اللي هو اللي بيعدي الناس من الضفة الشرقية للضفة الغربية هو ده السلوب بتاعه او الرامب بتاعه، مريح جدا الناس تقدر تعدي عليه. وخلينا الناس يبقى الاكسسبيليتي بتاعتهم ان هم ينزلوا مش يطلعوا، وده مريح عندهم اكتر. فهو الاساس بتاعه ان هو داخل على الحديقة او يعني الجسر المشاة، بس هو في الاساس اللير الاخيرة ديت هي حديقة اكتر حتى منها، احنا معتبرينها حديقة اكتر ما تكون منها حتى جسر او عنصر ربط. والدورين اللي تحتيه هو دول اللي الناس تقدر تنزل فيهم للمطاعم وللمعارض ولكل الاكتيفيتيز اللي بتحصل، البازارات وكده، لان المنطقه هي منطقه سياحيه في الاول وفي الاخر. وفي نفس الوقت الشعب المصري بيمارس كل النشاطات اللي بيعملها على النيل، وفي اي وقت اثناء المسار بتاع الحديقه او الممر المشاه هو ينزل من خلال السكس نودز اللي شريف حتى شرحهم، يقدر ينزل في اي منطقه في الرحله اثناء ما هو بيتمشى على الجسر المشاه، يقدر ينزل للمنطقه الدور اللي تحت او الدور اللي تحتيه، او يطلع منهم بسهوله جدا. فاحنا عندنا خلينا الاختيار دايما للنزول عشان ما نتعبش الناس، مش ان هو يدخل من يطلع، يعني ما يبقاش داخل من نواطي الاعلى، لا هو من الاعلى للاوطى. بعدين هنبتدي نتكلم دلوقتي عن ازاي التفاعل بين البيبل والنيتشر والكلتشر. احنا كان هدف رئيسي عندنا ازاي الزائر يقدر يكون متفاعل مع الطبيعة والجزء الثقافي، وانه يكون الكوبري يكون متنفس ليه خلال رحلته. هنا بنوضح كم الاكتيفيتيز اللي ممكن تكون بتحصل على الكوبري، والعنصر اللاندسكيب مهم جدا في اتاحه الاكتيفيتيز دي. عندنا elevated plaza للبيكنيك وللتجمعات، اجزاء للصيد، فيوينج داك يمين وشمال الكوبري على الضفتين، observatory للنيل كله، وكمان اللين للعجل ولين للجري وأماكن تجمعات. السكس نودز بعد كده بيبان عندنا استخدامنا ليهم ازاي next ك viewing frame لمعالم القاهرة، انه في الانتيريور ديزاين ازاي السكس نود اللي هما structural column العادي من خلال الفورم جنريشن بتاعته، من خلال اتاحه الدي لايت جوه في المبنى، يكون ده زي كروبت فيو ويبقى فريمينج فيو لمعالم زي البرج مثلا، وازاي خلال الرحله رؤيه البرج بتتغير خلال السكس نود. نيكست، الهدف الرئيسي في اليوزر اكسبيرينس للمكان ده انه ازاي يكون بيدخل المكان ويقضي عليه رحله، ممكن يكون مجرد باث اواي ما بين معلمين مهمين البرج والمتحف، لكن اللاير اللي فوق هي حديقه مفتوحه اليفيتد على النيل،
ازاي من خلال لاندسكيب واستخدام لاندسكيب زي الكانوبي تري واجزاء السيتنج اريا تحتيها، الهاند ريلز جلاس فتبقى فيونج للنيل اكتر، كل ده بيبقى بيخلي الزياره والرحله للزائر مختلفه من خلال الحديقه المفتوحه اللي هي اخر لير خالص، ومفيش اي عوائق بصريه ما بين المتحف والبرج. استخدام حتى يعني في الإلستريشن الأشخاص مصريين، يعني احنا كنا قاصدين حاجة زي دي. برضو هرجع تاني الكانوبي تري، احنا برضو عاملين لها سلايد يعني ليها مخصوص الليرز المختلفة من الممشى، أول ممشى خالص مباشر على النيل، وازاي في اربن ستيبس بيبدأ يتدرج لحد ما يوصل للإليفيتد بلازا عند الحديقة المتحفية اللي منها برضو الفيوينج ديك بيبقى إليفيتد على النيل. نكست. ده الجزء اللي كنت بقول عليه، الممشى والاربن ستابس اللي جنبه، ومصطفى زكريا يشرح لنا بالتفصيل. يمكن كانت فكرة رئيسية ازاي عندنا الجو في محتاجين اماكن مظللة كتير، فدي كانت الواجهة الشمالية فيها اربن ستيبس موجودة على النيل، واحنا استغلينا ان حركة الشمس في القاهرة يعني بعد ما حللنا مسارات الشمس على مدار السنة، فالواجهة الشمالية بالطريقة دي في اللير اللي تحت عن النيل بالستيبس دي على طول مظللة، فيقدر الناس تستخدمها في الأوقات اللي فيها الشمس فوق. وكمان احنا يعني مستخدمين كانوبي تريز في اللير اللي فوق في الأماكن أماكن الجلوس، فاحنا ما رضيناش يعني عشان نبقى منطقيين برضو في الزراعة على الروف، مش يعني كنا يعني مستخدمين بس الزراعات في أماكن الجلوس اللي مسمينها آيلاندز، وكل الواجهة الشمالية دي مظللة سيلف شيدد. هنا برضو بنقول إن ممكن الكوبري أو الجسر يستخدم في الاحتفالات الكبرى والمناسبات الكبرى في القاهرة باللايرز بتاعته كلها، الضفتين المدرجتين اللي هم هنا المدرجة على النيل وهنا الإليفيتد، كل ده بيبص على فلوتد ستيج في احتفالات كبرى، وممكن كمان يبقى في ووتر ولايت شوز على يعني ممكن نستخدم مثلا الضفة دي بس لو الايفنت يعني اصغر. هنا ده يعني يمكن هنا بيبين الفيوينج ديكس في الجنبين، ويبين هنا كمان اللايرز بتاعت الكوبري والدي لايت والكواليتي بتاعت الاندور من جوه. هنا دي نوع شجره كنا مستخدمينها، هنا هي الأكاسيا، لكن الأكاسيا هي بتمتد بتعمل ظل كويس، وفي نفس الوقت كمان جذورها بتمتد بطريقة أفقية، فنقدر نزرعها على الروفس. واستخدمنا برضو الرويال بونسيانا، الأشجار دي طبعا متوفرة في مصر. لو بصينا للسكشن ده يمكن ده بيبين لايرز الكوبري، وبيبين في مسار للعجل وفي مسار للمشاة، بيبين هنا الايلاندز والجلوس والشجره، واستغلنا ارتفاع الايلاند ان هي مع عمق الايلاند هي اللي بيبقى فيها الجذور الشجره. هنا الستبس دي الستبس اللي على النيل، هنا باين الام اي بي والسيرفيس كلها ماشية في عمق، يعني مستغلين العمق اللي عملته السنة دي، يبقى فيه السيرفز كلها بتغذي الكوبري من تحت الـ MEB. يعني ده قطاع بيوضح الايلاندز وازاي الجذور بتاعتها مستغلين الارتفاع بتاعها. ده ستاكينج اللايرز بتاعت الكوبري.
طيب يمكن زي ما استعرضنا ازاي استغلينا النودز اللي احنا حكينا عليها في الاول كعناصر يمكن توجيه عمراني، ان انا ابتدي اربط بشكل بصري ما بين مختلف الطبقات يمكن زي ما استعرضنا داخليا للمشروع وخارجيا كمان للمعالم العمرانيه الخارجيه في محيط المشروع. وابتدينا يمكن قلنا كمان تخيل معماري لحل الفراغات، يمكن كان عند كل نود ابتدينا نحاول نعمل سكيم معينه من الفراغات، ازاي الدور السفلي ده زي ما قلنا وزي ما استعرض مصطفى، ازاي ابتدينا نستغل الظل الذاتي من الاوفر هانج بتاع الدور العلوي ان هو يضلل ويبتدي تحلي جلسات، وازاي الدور الثاني ممكن ابتدي استغل فراغات اداريه، والدور اللي تحت ممكن يبقى فيه سبيل اوتس لمطاعم وكافيهات. فابتدينا دلوقتي نفكر في كمان العنصر ده يكون شغال معانا انشائيا. يمكن لو درسنا جينا ناخد قطاع كده في الكوبري وابتدينا نشوف الكولمز نيكست، ممكن نبتدي نشوف كده ازاي الكولمز الستيل ابتدت تطلع، وبعد كده نيكست حصل لها انترسكشن، عملنا ستراتس ربطنا كل الكولمز الستيل، وبعد كده عملنا يمكن كونكريت كفر عشان علاقته بالميه، وبعد كده عملنا يمكن بيز تعادل السي جي والتورشن اللي على الاي سيمتريك سكشن بتاع الكولم، بعد كده مع كل تقاطع عملنا الرينج بيم الاساسيه، عملنا الفريمز بتاعتنا، وبعد كده ربطنا الكلام ده كله طبعا بلونجيتيودنال جيردرز، وبعد كده السب لايرز، وكل ده كان مدفون في السمك البلاطه المطلوبه. ويمكن ده اللي خلانا بعد كده زي ما انتم شفتوا احنا عملنا كسوه للاعمده وابتدينا نعمل عليها الكيرتن وول او الستراكشر جليزنج بتاعنا من وراها، وابتدينا نستغل الاعماق بتاعه البلاطات دي في ان احنا نستخدمها في الام اي بي فيكسرز او الام اي بي راوتنجز لكل السيستمز بتاعتنا. ويمكن طبعا احنا عملنا فيريفيكيشن وفاليديشن مع السيستمز دي مع مهندسين انشائيين يعني. نيكست. يمكن طبعا احنا هنا بنستعرض تصميم الجانب الاقتصادي اللي احنا حاولنا نعمله، وان احنا ابتدينا نعمل فراغات، يمكن العنصر بقى الرابط ما بين المسارين اللي احنا صممناهم في الخارج اللي قلنا المباشر والبلايفل اكتر، وابتدينا في النص ابتدينا نعمل المداخل زي ما استعرضتها دكتور ابتسام، ان انا ابتدي اخش في اندور سبيسز، وازاي عند كل نود زي ما استعرض لنا مصطفى عند المنسوب السفلي عند اوطى منصوب ابتدى يبقى هو ده الفراغ او الفراغ التوزيع المعماري بتاعي الفراغي، اللي هو ابتدي اربط ما بين المسارات شمال وجنوب المشروع، او يبتدي يوزعني تاني على الفراغات الداخليه. ويمكن كمان في العناصر التنقل الرئيسيه المباشره زي الاسانسيرات والسلالم وفي الحمامات والعناصر الخدميه، ابتدينا ازاي نقول الفراغات بتاعتنا متاحه بمختلف المساحات والاستخدامات. يمكن كمان ابتدينا ناكد على الفراغ، معلش ارجع يعني ثانيه، ابتدينا يمكن ناكد ان يعني زي احتفالا بالفراغ المتاح للبشر فوق النيل، ان احنا ابتدينا نعمل سوشيال هاب في النص دبل هايت، وفي السنتر بتاعه على المستوى السفلي الانفورميشن سنتر اللي يبتدي يوجه الزائرين للمحيط. نيكست يا علي. يمكن انا استعرض بس شكل او طريقه حل الجراوند كفر واللاندسكيب بتاعنا، ده كان السايت بتاعنا. نيكست. ابتدينا دي يمكن الشكل الاوفل احنا بنتكلم فيه، لو قلنا في الاساس ان هو كان كله جرينري احنا عايزين نزيد من الجرينري وده كان توجه رئيسي، ابتدينا نحلل البيدسترين فلو زي ما استعرضه علي مصطفى معانا، ابتدينا نشوف العوائق للحركه دي من النودز اللي احنا عملناها وكل حاجه، وابتدينا نشوف كمان نيكست، يمكن ابتدينا نشوف كمان السايت فيرنشنج والمجالس المتاحه للزائرين والمستخدمين، وابتدينا نشوف الفلو الفعلي المتوقع للزائرين، وعلى اساسه ابتدينا نتيح الهارد سكيب اللي ابتدي يجي على نسبه السوفت سكيب او الجرينري بتاعتي بشكل كاستمايزد فاريبل للاستخدام الفعلي. فده كان يمكن احنا بنقول دا
ده كده التصميم النهائي. ده كان يمكن ستون انترلوك، وده يمكن فليكسبل وبيتيح جدا المساحات، ما بيقتلش اللاندسكيب كفر بتاعي، وبيتيح ان انا ابتدي اعرف احافظ على يمكن الشجر اللي كان شجر مميز ونادر في حديقه المسله، ابتدي اعرف احافظ عليه. وابتديت بحط باقل طريقه بسنسيتيف يعني الهاردسكيب اللي متعارض مع اللاندسكيب بشكل مبرر ومتفاعل يعني مع الاحتياج الرئيسي. احنا هنا من الاربن شوت كنا عايزين نأكد جدا على الاتصال البصري المباشر ما بين المعلمين من غير اي عوائق بصرية، باتصال سهل انتجريتد جدا مع اللاندسكيب، علشان نعوض نسبة المساحات الخضراء اللي ابتدت تقل جدا في القاهرة وخصوصا في المنطقة دي. عنصر اللايتنج ديزاين بالليل هو عنصر اساسي جدا في التصميم، انه حتى لو كان الكوبري بالنهار شكله مبهر مع اللاندسكيب، كمان نقدر بالليل من خلال اللايتنج ديزاين نزود الفيتشر ده ونأكد الاستخدام ان هو يكون استخدام مناسب للتنزه كمان بالليل. طبعا هيبقى فيه لايتنج شوز زي كان مصطفى زكريا قال لنا، كل الاستخدام لللايتنج بروجكشن مابينج وكل الفيتشرز بتاعت اللايتنج ديزاين. من هنا الشوط الثاني بتاكد لنا على الاتصال المباشر، استخدام التايلينج اللي احنا لسه كان شريف قال لنا عليه، البورس بيفمنت اللي بيزود الجرين كوفر، الديفرنت لينز للحركة، الديفرنت ابروتش للحركة. الصورة دي من البرج بتبين لنا قد ايه الجراوند جرين كوفر احنا بنحاول نزوده، بالرغم على ان هو كوبري وان هو اتصال مباشر للمشاة، بس عنصر لاندسكيب في امتداد حديقة المسلة مع حديقة المتحف مهم جدا. هنا كنا عايزين نأكد على الاليفيتد بلازا في امتداد حديقة المسلة مع الأوبزرفاتوري دج، ازاي انه من الفورم جنريشن بتاعة الكوبري هو كأنه حاضن الحديقتين، ديزايند على السايت بحيث انه هو بيبقى يعني حاضن جدا السايت وحاضن الحديقتين، الحديقة المتحفية وامتداد حديقة المسلة. نكست مصطفى زكريا ممكن يقول لنا. اوكي احنا كده شكرا، يمكن لو في اسئله بقى احنا كده خلصنا. ده كان رايي لاند تحكيم بس. اتفضل يا باشمهندس عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا باشمهندس عمر. تحياتي لحضرتك والتيم المحترم اللي عمل لنا المشروع الجميل دوت، وتحياتي لمهندس شريف، مهندس مصطفى، أصدقائي وباقي المهندسين الأفاضل. أنا مش داخل أقول سؤال بصراحة، بس يعني أنا الأمانة بشكرهم على المشروع الجميل دوت، ويعني أنا ممكن أنا كمهندس إنشائي ما فهمش قوي في الكونسبت المعماري، بس للأمانة المشروع فكرته جميلة جدا، وأتمنى أن هو يعني يتم تنفيذه في أسرع وقت.
بس ممكن يعني طلب بسيط، ان ممكن لو يعني نهر النيل بالحته دي، بس انا بتكلم ان نهر النيل ممكن المشروع دوت يتطبق في اكتر من مكان على طول نهر النيل. ممكن هنقول مثلا في منطقه القاهره، في المناطق السياحيه مثلا في اسوان وهكذا. ما طبعا ممكن يبقى في بعض الاختلافات في الكونسيبت، بس في المجمل هيبقى برضو نفس النتيجه يعني. وبشكركم مره تانية، وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا معاكم. شكرا. ايوه السلام عليكم. طبعا طبعا المشروع هايل وما فيش كلام، وكل ما احط مثلا نوتس كده عشان يعني اتكلم عنها الاقي ان ما شاء الله مغطيين، بداية من الفرص والتحديات وفكرة برضو ارتفاع الكوبري وعرضه. لسه هتكلم في النقطة الاقي دكتورة ابتسامة برضو بتغطي النقطة. بس مشروع هايل وفي افكار كويسة جدا، فكرة لا بجد ما شاء الله. بس فكرة بقى مثلا، هو انا هتكلم عن نقطة مهمة جدا، هي لو انا دلوقتي عايز ادخل مسابقة معمارية، المسابقة زي ديت مثلا، ايه النقاط اللي المفروض الواحد هيبص عليها علشان يقدر يجتاز او يبقى يعني ينجح في المسابقة ديت؟ مش هقولي هيطلع ما شاء الله الاول، لكن ان هو مثلا هيركز على ايه البوينت اللي يركز عليها في اي مسابقة زي المسابقات ديت. وشكرا جدا. شكرا لحضرتك دكتور شيماء. يمكن بالنسبة للنقطة دي حقيقة حاجة من الحاجات اللي استفدناها كتير من مشاركتنا المستمرة في مسابقات متتالية ورا بعض، ويمكن ربنا كرمنا الحمد لله في المسابقة دي كتتويج للمحاولات السابقة. يمكن من ضمن الحاجات اللي استفدنا منها كتير إن أي مسابقة بندخلها بنحاول إن هي تكون تجربة بنتعلم منها، بنحاول إن إحنا نعمل سيلف ريفلكشنز بناء على النتائج اللي حاصلة، نشوف المشاريع اللي كسبانه ايه اللي عملته، ايه الطريقه اللي هم كسبوا بيها، ايه الحلول اللي هم اقترحوها وعلاقتها بالبريف اللي موجود. فيمكن الاكسرسايز ده، دراسه البريف اللي كان مطلوب في المسابقه اللي هو سؤال المسابقه ومقارنه النتائج اللي حاصله، دي يمكن من اكبر الامور اللي ممكن الواحد ياثر بيها المسافات ويتعلم اكتر. فيمكن بناء على التجارب دي لاحظنا ان من اهم الاسباب ان اي قرار تصميمي لازم يبقى قرار مبرر. ويمكن في امور كتير ما بتخضعش للقياس، لكن كل ما القرارات تبقى اقرب لامور قابله للقياس وامور فيها شيء من المنطق ومسببات بتؤدي الى نتائج، كل ما الموضوع بيبقى ستريت فورورد اكتر وبيبقى بتحيد موضوع الراي، موضوع الاراء. فدي برضو نقطه من النقاط المهمه اللي اتعلمناها. ويمكن حتى وصل الموضوع ان مش مجرد ان الواحد يدخل مسابقه علشان يتعلم منها، ممكن من خلال ان هو يشوف مثلا مسابقه لفتت نظر، ممكن يكون واحد ما حالفوش الحظ ان هو يشارك فيها، لكن يبتدي يقرا التحدي كان عباره عن ايه، يبتدي يشوف المتسابقين اتعاملوا ازاي مع التحديات ديت وايه القرارات اللي خدوها. كل التجارب ديت بتنمي مهاره التعامل مع التحديات المعماريه ومع المسابقات، واكيد هتاثر المسافات بشكل كبير جدا. يمكن احنا يعني ما كانش موجود في المسابقه الطلب ده، بس احنا يعني لو حد من المسؤولين كلمنا هنبتدي، احنا اوريدي يعني اشتغلنا على ديفلوبمنت كتير بعد ما سلمنا المشروع على الاستراكشر وعلى كذا حاجه تانية وبعتناه للمسؤولين. فلو حد اتواصل معانا هنبتدي بقى الموضوع يعني نديله وقت اكتر وندرس مده التنفيذ والتسعير والحاجات دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة أنا بشكركم جدا 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 يعني لو من هنا لغاية بكرة، لأن الحمد لله تعالى بتدوا أمل للمعماريين الجداد، وإن إحنا بنقدر نعمل حاجة لبلدنا بنحس فيها بالجمال بتاعنا. قد إيه الحمد لله النيل بتاعنا من أحلى الأنهار اللي موجودة في العالم، قد إيه أنتوا قدرتوا تضيفوا للجمال ده جمال تاني تخلونا نقدر نحس بيه. كانت مشكلتنا الأساسية في حاجات كتيرة في مصر إن في جمال كتير قوي فيها بس مش عارفين نستمتع بيه. يعني بشكركم جدا إن أنتوا قدرتوا تحققوا حاجة زي كده، إن إحنا نقدر نستمتع بالنيل بتاعنا بشكل زي ده، لدرجة إن أنا وأنتوا بتعرضوا يعني بدأت أفكر طب يعني هو طبعا كان السؤال الأولاني ممكن تكونوا أنتوا جاوبتوا عليه في السؤال اللي فات، هل المسابقة أساسا كانت معمولة بحيث إن الجائزة الأولى ممكن تنفذ فعلا وبالتالي هيبدأوا الدولة تاخد خطوات لتنفيذ حاجة زي كده، ولا أنتوا هتبدأوا تعرضوه على مجموعة من المسؤولين عشان يبدأ تنفيذ حاجة زي كده لو شافوا الحمد لله النتيجة اللي أنتوا وصلتوا لها؟ السؤال التاني، هل ممكن تكرار حاجة زي كده في كباري اوريدي موجودة؟ يعني زي ما أنتوا عرضتوا في الأول مشكلة قصر النيل، مشكلة 6 أكتوبر، والكباري بقى لغاية لما نروح المعادي، كوبري الدائري، الكباري كلها اللي على النيل، زي ما أنتوا استفدتوا من الليفلز اللي موجودة تحت الممر اللي فيه السلوك الخفيف ده وعملتوا تو لايرز وتو ليفلز بينهم بقى الخدمات والمعارض والحاجات اللي هي تبقى الاستثماريه اللي ممكن تخلي انشاء الكوبري ده كله يعني من غير اي على الدوله، انما هل ممكن نعمل حاجه زي كده فوق كباري العربيات بحيث ان يبقى احنا العربيات تبقى هي في الليفل التحتاني واحنا نقدر نعمل فوقيها نفس الفكره دي؟ هي طبعا عايزه تشارك كبير بينكم وبين مسؤولين كتير في الدوله، ان ممكن انا شايف التجربه دي لو يعني هنقدر نعمل يعني نقطة عرض ظريفة قوي للنيل في كل الكباري اللي موجودة اوريدي والأماكن اللي متاحة إن إحنا نقدر نعمل بيها كوبري تاني زي ده في أماكن مختلفة. وبكرر الشكر ليكم وربنا يوفقك يا رب في مستقبل كبير، يعني إن شاء الله تعالى مستنيكم ويعني فخورين كلنا بيكم جدا جدا جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور وليد. معلش اقول تعليق بس، يمكن انا بسمع فعلا طبعا دي حاجه كويسه ان كل الناس بتتمنى ان الفكره تعمم مناطق مختلفه، ولكن يمكن احنا برضو على طول بناكد حته ان ممكن يبقى في معاه يعني طرق تفكير او صفات معينه ممكن تؤخذ وتبقى في تصميمات مختلفه، لكن طبعا مش نفس الشكل، مش نفس المنتج هيقدر يطلع في مختلف الاماكن، مش كله هيبقى متاح طول الكوبري ان ابتدي اعمل الميول بالشكل ده ويبتدي يبقى في مكان واحترام الملاحه النهريه، فيبتدي يبقى في مكان مثلا مش كله هيبقى موجود بنفس طريقه التوجيه وكده، الربط الاربن فابريك وايضاح المعالم العمرانيه، فاحنا ما نأملش يعني احنا مش هدفنا ان يبقى نفس المنتج في اماكن مختلفه، ويمكن ده مش احسن حاجه، كل منطقه تدرس وكل عمل ليه طبيعته، ولكن يمكن احنا كنا على طول حابين فكره ان ده يبقى يعني زي ما بنقول على طول نبذه او نواه او بذره لحياه بصفه عامه جديده، مستغلين الاماكن بصفه عامه الاماكن المفتوحه، ويمكن احنا عرفنا احتياجها المتزايد كمان بالذات بعد اخر جائحه عالميه موجوده جائحه الكورونا، وان احنا عندنا اولا يعني بصفه مبدئيه نقصان فيها، فاستغلال او عمل اماكن مفتوحه عامه للناس، ويمكن استغلال النيل والحياه فيه، فيمكن احنا عايزين طبعا نامل لتكرر الصفات دي في مختلف الاماكن، الزراعات، النسبه المسطحات الخضراء، الاماكن المفتوحه للبشر، ولكن مش وطبعا ازدياد البيئه الصديقه للبيئه، البيئه الصديقه للمشاه قصدي، ولكن مش بالضروره يكون نفس شكل المنتج يعني. بس شكرا لحضرتك جدا يا دكتور وليد. طبعا هو اذا سمحت لي يا شريف، هو الطبيعي ان دراسه كل موقع دي من اساسيات العماره بتاثر على المنتج النهائي، فطبعا استحاله ان هو نفس المنتج ده هيتكرر كوبي بيست في حته ثانيه، كلامك طبعا صح، انما هي الفكره ان احنا نبدا نخلق يعني زي حدائق انتوا عاملينها بتزود الهيومانيتي، بتزود الكواليتي اوف لايف، بتزود الليفابيلتي بتاعت المدينه عندنا بشكل هايل. هي دي الفكره اللي انا نفسي تتكرر، مش مقصود بكلام ان هي تبقى كوبي بيست، انما مقصود ان هي نقدر الفكره نفسها تتكرر، بس كل موقع يدرس على حده بيطلع منه حل تاني، يبقى عندنا مجموعه من الكباري بتاعت المشاه اللي معديه فوق النيل بافكار مختلفه جدا جملت المجرى وخلت الناس كلها، ويمكن الفكره عندكم ببساطه ان احنا
عاملين تنوع بين الناس البسيطة اللي ممكن تعدي فوق الكوبري وتقعد من غير ما تدفع حاجة عشان لازم تقعد في الليفلز التحتانية، وبين الناس اللي عايزة تقعد في حتة على مستوى بقى القعدات اللي تحت هتبقى عاملة ازاي. ده الجميل ان احنا عندنا الناس كلها في الصيف بيبقى شايفين الحرب عامل ازاي، المتنفس دايما هو النيل بتاعنا. فانت لما هتكتر حاجه زي كده هتخلي المدينه النهر نفسه هيبقى حي، زي ما انتم عملتوا في البدايه وكانت فكرتكم او فكره المسابقه ان احنا نعمل ليفبل بريدج على النيل، ليفبل جاردن على النيل بشكل ده. انما طبعا كل واحد هيبقى ليه يعني الانبوتس بتاعته اللي تخلي الاوتبوت مختلف، بس الفكره تستدعي بالظبط. ان احنا، انا نفسي ان انتم يعني ان شاء الله تعالى يبقى عندكم صبر وعندكم يعني قوة إن أنتوا إيه تنشروا الفكرة لغاية ما تبدأ تتنفذ بإذن الله تعالى. ربنا يوفقك، شكرا جدا جدا. شكرا لحضرتك، شكرا دكتور وليد. شكرا لحضرتك. هو الشغل بينا مقصود كتيم يعني كفريق احنا ازاي اشتغلنا مع بعض. هو يمكن ده كان برضه تحدي، كان موضوع الجائحة وان احنا ابتدينا نشتغل كله فيرتشوال. احنا كان كل يمكن احنا كان في تجمع مستمر ثابت كل اسبوعيا، كل سبت لازم نتجمع اونلاين، حتى لو في اجازة عيد ايا كان كنا بنتجمع، وعلى مدار الاسبوع طبعا بنشتغل ونبتدي نعمل برين ستورمنج ونبتدي نعمل انتجريشن ما بين الافكار ونعمل تطوير للفكرة. يمكن احنا خدنا يعني يمكن عدينا البروبوزلز اللي احنا عملناها واحنا في الموضوع يمكن من 8 9 او 10 بدايل. على طول كنا بنقعد يعني نطور فكره وبعدين نخش في فكره ثانيه نبنيها. في الاول خالص طبعا كان قبل موضوع الكورونا، هي بدات شهر واحد المسابقه لحد شهر 11 تقريبا سنه. فكنا يمكن حالفنا الحظ ان احنا نزلنا كذا زياره للموقع في الاول ولمينا المعلومات اللي احنا عايزينها. النفايات والعلاقه الكوبري احنا يمكن ابتدينا نستغل فراغات تحت قبل ما نبتدي نعمل زوايا حاده بان احنا نعمل فراغات مدفونه تحت الارض للجنريترز والام اي بي سيستمز المطلوبه واستلام البضائع اللي توفي الاستخدامات الفراغات اللي فوق الكوبري. ولكن طبعا احنا ده ما خدناش فيه يعني يمكن في حاجات كتير فكرنا فيها وعملناها بشكل مبدئي، ولكن المخرجات اللي كانت مطلوبه في المشروع هو كان بانل واحده ايه نود يعني، فمش كل حاجه فتحناها او شرحناها، ولكن لا ابتدينا نستغل الفراغات الاسفل الزوايا دي، وابتدينا نعمل لاندسكيب من جريفل او ايا كان لحل برضو المشاكل اللي كانت موجوده. يمكن نقطه الويست مانجمنت برضو احنا يعني كنا واخدينها في اعتبارنا اللي احنا في التطوير يعني، ولكن هي يعني مينلي الموضوع بيبقى سيستم يعني هو في الاخر في دورين، الدورين دول هيحافظوا على الكوبري لان في هيبقى في مناطق تجاريه واستثماريه، فهم دول اللي هيراعوا المينتنس وهيحافظوا على استمراريه الكوبري، وفي نفس الوقت السيستم المراقبه نفسه سيستم والناس كلها تلتزم ده في المشاريع اللي زي كده اللي هي على الانهار هي ده اللي المفروض بيبقى غالب، فهو الموضوع اداره برضو. السلام عليكم وبركاته. Niga mozzarella niga. يمكن في حد بيسأل كم المدة الزمنية المستغرقة من بداية المشروع إلى نهايته؟ ألو؟ متهيألي باشمهندس مصطفى، هي باشمهندسة قصدها اتفضلي يا دكتور. متهيألي هو قصدها المدة الزمنية من لشغلنا احنا مش المشروع على بعضه، اللي هو ابتدينا للتصميم كتصميم. اي ثينك هي قصدها كده. يعني تقريبا 8 شهور من
طرح المسابقة في يناير، ابتدينا فبراير وسلمنا في نوفمبر. ايوه هي كتبت صح، اكيد. اتفضلي باشمهندس، اتفضلي مصطفى قول لها. تمام. هو زي ما حضرتك قلت فعلا، احنا من اول فبراير، من طرح المسابقه يوم يناير لحد شهر 11 تقريبا سنه 2020. طبعا تمام كده حضرتك سامعني؟ اوكي. هو بس كنت عايزه اعرف، هو احنا ازاي، او يعني باشمهندسين طبعا، ازاي قدروا يوصلوا ال موتزاريلا نيجا؟ هو في صوت بس مش عارفه اتكلم. تمام. يعني ازاي قدروا يوصلوا للتصور للموقع نفسه من فوق، يعني كلاي اوت من فوق؟ فدي بصراحة حاجة مش عارفة يعني ازاي ممكن قدروا يوصلوا لها. اللي اوت في الماستر بلان جوجل مابس ما خلاش حاجة. هي بتتكلم عن الصور. في جزئين، في جزء اللي اوت ماستر بلان زي ما شريف بيقول، ده جوجل ايرث، يعني جوجل ايرث، وفي ساتلايت ايمج، وفي يعني في صور كتيره للتوب فيو ماستر بلان. بس صور من البرج مثلا، او صور في حاجات احنا نزلنا صورناها بنفسنا، وفي حاجات صور بتبقى هاي ريزولوشن، دي للبوست برودكشن يعني بنشتريها، دي بتبقى معروضه على ويب سايتس عالميه للتصوير، فبتبقى بفلوس وبندخل نشتريها اونلاين عادي. بس موضوع الفوتو مونتاج، ان احنا نركب صور بقى الالستريشن التريزي على الصور الريل، وازاي ان انت تظبطي الكاميرا من ال3D Max او ايا كان السوفت وير.